في إطار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وبرعاية معالي وزير الداخلية، افتتح سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام مؤتمر وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في الوقاية من المخدرات، والذي يعقد في الفترة من 26 وحتى 28 من يونيو الجاري، بهدف مناقشة دور وسائل الإعلام وأهميتها في الحد من هذه الظاهرة. اتساع ظاهرة المخدرات بين معظم دول العالم ينبئ عن خطر أيقنت مملكة البحرين أن التصدي له أمر لا مناص منه، وذلك عبر توحيد الجهود وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة. وما هذا المؤتمر إلا وسيلة آمنت بأن الإعلام بمختلف أشكاله يساهم في العملية التثقيفية وتغيير السلوك الإنساني. البحرين سباقة في مجال مكافحة المخدرات، لله الحمد. جهود وزارة الداخلية وجهود إدارة مكافحة المخدرات مشهودة في هذا المجال بدعم ورعاية من سيدي معالي وزير الداخلية. في 2008 مثل ما أسلفنا تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وفي 2015 أطلق معالي وزير الداخلية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. يعني مدى نجاح الاستراتيجية أو مدى تحقيق الاستراتيجية لأهدافه، طبعا هذه أمور احنا نقيسها دائما، والأجهزة المعنية تنشر حتى الأرقام في هذا الخصوص، ويمكن راح يكون عرض لهذه الأرقام في خلال المؤتمر إن شاء الله. جلسات عدة تحمل محاور مختلفة تركز على الجهود الوطنية والدولية لمكافحة المخدرات إعلاميا، فضلا عن إسهامات المؤسسات الإعلامية في هذا الجانب وجهود وزارة الداخلية في نشر الثقافة الأمنية. كما تعلمون أنه نتج عن الثورة الإعلامية مؤخرا ما يسمى بالإعلام الجديد والمتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، من الواجب علينا أن نتوقف عنده والاستفادة منه في الوقاية من هذه الآفة المدمرة. احنا نعيش الآن في القرية صغيرة، الكل عنده حاليا جهاز ويتصفح فيه، فالإعلام له دور كبير في التوعية والإرشاد، واحنا نكافح عولمة الجريمة بكل الطرق، فدور الإعلام دور كبير ونتمنى دعمه أكثر لتوعية الشباب. أكاديميون وخبراء من ذوي الاختصاص يشاركون في هذا المؤتمر من أجل إيجاد كوكبة من الأفكار والرؤى لصناعة تثقيف أمثل للوقاية من هذه الظاهرة. أعتقد نحن نعيش uncontrollable media، عشان نعيش controllable media نحتاج أن نجلس مع بعض نتناقش مع بعض. في إشكالية أن بعض الناس اللي يمارسون الإعلام الآن بوسائل الإعلام التقليدي أو الإعلام التواصل الاجتماعي الآن موجود، خاصة المؤثرين السوشيال ميديا، ما يملك المعرفة الكافية عن موضوع المخدرات، فبالتالي يعني قد يشطح ويعطينا معلومات غير صحيحة. المجتمع اليوم بحاجة إلى مكافحة وبحاجة إلى تعاون فيما بين كل المجتمع على بكل أطيافه وبكل مؤسساته الرسمية وغير الرسمية والجمعيات، لابد من وضع يد بيد أخرى حتى يتم التعاون لمكافحة هذه القضية، لأن هذه القضية حقيقة سرطان يسري في جسد الأمة وفي جسد شبابنا اليوم. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لن يقتصر الاحتفال على المؤتمر فحسب، بل إنه من المزمع أن يرافقه معرض توعوي في الأماكن العامة، عطفا عن إعلانات الشوارع الإرشادية ومسابقة لأفضل بحث جامعي على مستوى البلاد. لأن الإعلام وسيلة لتشكيل رأي عام رافض لأي آفة تداهم المجتمع، يأتي هذا المؤتمر لتعزيز كل سبيل يسعى لتنمية شاملة تسلط الضوء على فئة الشباب من أجل صونهم والحفاظ عليهم. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.